الجامعات لم نلاحظ اي نوع من الوقايه الاحترازيه ضد فيروس كورونا، كلما اختلط على بعض المهتمين على بعض المجتمعين ما فيش اي وقائيه من هذا الفيروس. فنتمنى نشدوا اكثر على 46 مليون و 840 شخص حالات المصابة حول العالم، وحالات الوفاة 1,204,000. ونحن الآن بننوه على خطورة الوضع بأنه الآن دخلنا إلى المرحلة الرابعة من هذا الفيروس جدا، والآن المرحلة الرابعة تعتبر أكثر فتكا وأشد قوة. وضروري من التنويه الصلاة والسلام. السلام عليكم، تحية الأمن والأمان. نأسف نحن جهاز الحرس البلدي عن تأخير الخارج عن إرادتنا، والحمد لله لاقت نجاح كبير واهتمام أكثر من طرفنا. في حظر تجوال ضد هذا الفيروس في أوقات الموارد الطبيعية من قبل الإنسان، نذكر بها على سبيل المثال إلقاء المخلفات الصلبة في المحيط البيئي دون أي تحوطات صحية، الاستخدام الخاطئ لمادة البلاستيك واللدائن لحفظ المواد الغذائية، حرق المصرف الصحي، جزء جرف التربة الزراعية والرمال الشاطية وإقلاع الغذاء النباتي جريمة لا تغتفر. المخلفات الطبيعية التي يتم التخلص منها عن طريق إلقاء طبعا بنشوفه حاج إبراهيم معالي منسق التدريب بمنطقة درنة لدى مجلس التخطيط الوطني، بناء على قرار رئيس السيد بناء على قرار السيد المحترم رئيس مجلس التخطيط الوطني رقم 9 لسنة 2020 ميلادي بشأن نقل مخاطر جائحة كورونا ومواجهتها بالمناطق والبلديات، وبالتعاون مع احدى المنظمات العالميه الدوليه وهي منظمه الهيئه الطبيه الدوليه ومنظمه الصحه العالميه، تم تدريب فرق مدربين مكونه من 20 شخص لبلديه درنا، وتم حضور الدوره التدريبيه في بلديه بنغازي، والحمد لله رب العالمين. وها نحن اليوم بصدد المرحله الثانيه وهي نقل الماده التدريبيه التي اجريت في مدينه بنغازي لمدينه درنا، وكان اليوم الافتتاح الاول الموافق 9/11/2020 ليوم الاثنين بحضور الأجهزة الأمنية وهي مديرية الأمن والشرطة الزراعية وجهاز الحرس البلدي فرع درنا.